أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد من صح صيامك، واليوم عنوان الفيديو هو فقر الدم وكيف يتم التجنب لهذا الموضوع وكيف يمكن مساعدة المرضى مرضى فقر الدم غذائيا وصحيا. بسرني أنه تكون معي من دمشق اختصاصية التغذية نور الصبان. يسعد لوقتك يا نور، أهلا وسهلا فيك. يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك نور. هناك العديد من الناس المصابين بفقر الدم اللي بيعانوا من هذه المشكلة حقيقة الكبيرة، وخصوصا في شهر رمضان. يعني هذا الموضوع اللي بيأثر عليهم بشكل كبير جدا على صيامهم، على إفطارهم، حتى على المأكولات اللي بيأكلوها هن بطبيعة الحال. للأسف بنلاحظ أنه الأشخاص اللي بيعانوا من فقر الدم كتير صراحة يعني بيكون الصيام مزعج لهم، ولكن هو غالبا هذا الشيء بيكون سببه أنه أنا قبل رمضان ما عملت تشيك أب، ما رحت أنا شفت حالي أنه شو لازم أخذ أدوية، لأنه الأشخاص اللي هن في عندهم فقر دم بعوز الحديد لازم أنه هن يشوفوا كل فترة شو هو الرينج تبعهم، مثلا بالنسبة لمخازن الحديد، بالنسبة للخضاب عندهم، حتى هنن يعالجوا ولازم ياخدوا أدوية. يعني قصدك يكون في عنا التزام بالأدوية، لازم يكون في تحليلات دائمة لهذا الموضوع، ولازم نشوفوا هنن وين عم يصيروا بموضوع فقر الدم. تماما، خاصة الأشخاص اللي عندهم هذا الشيء مزمن، يعني إنه هنن بيعانوا منه مثلا كل فترة بيحسوا إنه بيرد بيرجع بينزل عندهم الحديد. ممكن يكون السبب انه هن عالجوا الموضوع، ولكن صار في عندهم، ممكن صار مثلا بالنسبه للنساء ممكن نزيف، او ممكن يكون مثلا هن ما عم يعرفوا انه اللي ياخذوا الادويه كيف الطريقه تبعها، وهالتفاصيل هي كلياتها. هذا الشيء كله بيلعب دور انه هن ما عم يتعدل عندهم الحديد. وفي اشخاص عندهم طبيعه جسمهم هن بشكل عام عندهم مشكله بهذا الموضوع، بالامتصاص، ما في عندهم امتصاص للحديد بطريقة صحيحة، بالإضافة للعادات اللي هن بيتبعوها. فلازم قبل رمضان أنا مثلا كشخص بعاني من فقر الدم بعوز الحديد بعمل تحاليل أتأكد من حالي أنه أنا ما في عندي أنه مشكلة، وبعدها أنا وقت يصوم بشهر رمضان بتبع هاي العادات، إن شاء الله رح أستفاد كتير بهاي النصائح اللي رح نحكيها هلا، وبنفس الوقت ما بحس بالتعب اللي أنا بتعبه بشكل عام، لأنه جدا هن بيتعبوا دوخة، تعب، وهن، ممكن ما يقدروا يتحركوا كل النهار كمان. صحيح صحيح. إيه، بالإضافة كمان إنه بيبردوا كتير يعني. مزبوط كلامك. أوكي، في أكلات أكيد ما لازم يأكلوها، وفي أكلات ضروري يأكلوها، صحيح؟ إيه تماما. هلأ هي عنا بالنسبة لموضوع الشاي بعد الأكل، هذا كتير ضروري ننبه عليه، خاصة إذا كان وجبة الإفطار عنا فيها منسوب حديد مثلا عالي، وجيت أنا أخذ أي شيء من الكافيين وخاصة الشاي، فهذا الشيء بيلعب دور أنه أنا ما حيصير في عندي امتصاص الحديد. خلينا بالإضافة أنه أخذ الحديد مع حليب مشتقاته. أوكي، أنا آسف نور بس عم أقاطعك، خلينا نفصل أكتر. خلينا، في ناس حابين يعني بعتولي أكتر مرة أنه خلينا أستاذ نور تخبرنا على موضوع أنه شو لازم ناكل، يعني شو هي الأكلات أو شو هي الخضروات المناسبة اللي لازم نحن ناكلها كمريضين فقر الدم. يعني شو هي الأكلات عم تقولي أنت مثلا حديد؟ لا مثلا احنا بنعرف الحديد هي السبانخ أكتر شيء موجود فيها، الفول، يمكن هدول الأمور هي كلياتها. تماما. هلا احنا في عنا مصادر حيوانية ومصادر نباتية. مصادر الحيوانية هي اللحمة، الدجاج، كمان بالإضافة إنه كمان في عنا بعض الأصناف كمان البروتين، العدس، ممكن ناخد كمان السبانخ، الخضروات. يعني مثلا إذا نحنا بدنا ناخد خضروات، في شغلة كتير مهمة، سبانخ مثلا، خبيزة، ملوخية، الخضروات الورقية الداكنة بشكل عام. لازم أنا إذا أنا بدي أخدها لازم ضف لها فيتامين سي لحتى يزيد الامتصاص عندي بالنسبة للحديد. أما يعني أني ناكل أنا فليفلة، ناكل هيك شغلات مثلا، هي الأمور الخضراء دائما، يعني كل شيء أخضر كلو، معلش مسموح. تماما. وفي فكرة أنه ممكن مثلا عصرة ليمونة، عصير مثلا بردقان، أنه عليهم عصرة ليمونة سواء كان على السبانخ
يعني هي مو أنا بس فقط أنه أنا لأنه مشان طعمي لأني بحبها، الفكرة هي أنه أنا بزيد عندي الامتصاص أكثر طبعاً، وبصير في عندي امتصاص يعني جداً عالي لما أنا أضيف الفيتامين سي. وفينا ناخذ كمان طبعا لفله كمان لانه كمان نعم نور، بالتالي بيزيد عنا امتصاص الحديد. في شغله ثانيه كمان تفضلي. اللي هي انه عنا الحليب ومشتقاته، يعني لبن، لبن مثلا طبخه نعم. لبن مثل مثلا اي شيء انا بدي اعمل كبب لبنيه، شاكري، ششبرك، نعم اي شيء، تماما تماما نعم قدامه مصدر حديد. نعم. هذا الشيء بيعمل عائق كمان لامتصاص الحديد، فهي فكرة انتبه عليها. حتى الأدوية تبعي أنا لما يعني بدي أخذ الأدوية تبعي لازم انتبه. عفوا نور، اللبن جيد يعني ولا غير جيد يعني لفقر الدم؟ لا لا، هي الفكرة مو أنه جيد، الفكرة أنه أنا ما لازم أخذ لبن مثلا مع مصدر حديد، مع مثلا مع سبانخ طبولة وقدامه لبن. تمام، إذا أنا بعاني فهو بيعمل عائق، يعني بيعمل إعاقة لامتصاص الحديد. حتى حبة الحديد تبعي، إذا أنا عم باخد مثلاً حبة حديد وأجي بعدها أشرب كاسة حليب، هذا غلط، ما بيصير. تمام، لازم أترك فترة زمنية. هو إجمالاً مو طيبة التبولة مع الحليب يعني، مشان ما ولا التبولة مع اللبن مو طيبة يعني، مشان ما نشهيهم مو طيبة أبداً. أوكي نور، طيب أوكي، شو هي المسموحات وشو هي المحظورات لمرضى فقر الدم غذائياً في شهر رمضان وبعد شهر رمضان يعني المبارك؟ مثل ما حكينا إنه أول شغلة في عنا، أهم شغلة عنا، مصادر الكالسيوم ما نضيفهم مع الحديد اللي هي الحليب ومشتقاته، أجبان ألبان مع شيء خضرة، بالإضافة للكافيين بعد وجبة الفطور. في كتير أشخاص بعد وجبة الفطور مثلا بياخدوا كاسة الشاي، كمان هي الشغلة هي ممنوعة ولا ممكن، لا تفكروا. تمام، لأنه هي تمام. إذا حبوا يعني إذا حبوا هنا فيهم ياخدوا بعد يعني مثلا ساعة ونص كذا، يعني بكون مرق فترة، بس مو انه انا مباشرة دايركت مثلا اخده. تمام، غلط هذا الشيء. نعم طيب، التمر كمان، اي تمر منيح تماما. اوكي، وشو كمان بيقدروا ياكلوا؟ عنا عصير الخوخ، اذا انا متوفر عندي الخوخ. كمان كتير بيفيد، بيرفع عصير الخوخ. اوكي تمام، بيرفع منسوب الحديد كتير. في أشخاص ما بيحبوا السبانخ، يعني هون في نقطة عند الأشخاص اللي هن عندهم عوز حديد، ما بيحبوا مصادر الحديد، سواء كانت مثلاً شوربة عدس أو عدس مسلوق أو مثلاً صودا دجاج، طحال يعني. كمان في عنا اللحمة بشكل عام، في أشخاص ما بيحبوه، يعني مصادر الحديد كلهم بيحبوها. فأنا هون شو بدي أعمل؟ بدي أحاول أني أنا أعمل مثلاً شوربات دخل فيها حتى لو صنف بسيط، مثلا دخل فيها شويه عدس، احاول اني اعمل انا عصائر مثل ما حكينا، عصير الخوخ، في عنا السبانخ حتى فيني اعمله انا على فكره، عصير سبانخ، اعمل عصير يعني سبانخ، عشان انا شوي هيك حس حالي، يعني هو شوي انه ممكن في اشخاص ما بيلاقوا انه طيب فيني اعمل سلطه. بس انا بدي اخذ شيء صنف من اصناف الحديد بشكل يومي لحتى يقويني، سواء كان سبانخ، تبوله، شوربة عدس، فيني أعمل عدس مسلوق كمان، ما أكيد. في مشكلة هذا أكيد. بشكل يومي لحتى أنا أقوى. وأهم شغلة عنا بالموضوع إنه أنا التمر، يعني اللي التمر اللي جدا جدا هو نعرف، يعني مثل ما بنعرف شهر رمضان حلو كتير، يعني ملك يعني إنه تمر عنا. نعم. فإذا أخذنا منه بكمية منيحة تكون متوازنة، ممكن ناخذ مثلا 7 تمرات، كتير بيقوي الجسم وبيعطي طاقة بنفس الوقت. وكمان أنا بالنسبة لي كشخص، يعني في أشخاص ممكن بيعوضهم عن الحلويات، يعني حلو ما بيعودوا بيطلبوا كتير حلويات. نعم، فهي الفكرة هي بالضبط. النشاط الرياضي كمان ما لازم هنن يمارسوا نشاطات رياضية قاسية كتير، تكون هي وسط عشان ما يتعبوا، ما يحسوا بالتعب. ماشي يعني تمام، ممكن أو حركات بالبيت. نعم، أو يوغا، ممكن يلعبوا يوغا، أي شيء بسيط يكون خفيف عليهم، ما يحسوا حالهم إنه هنين كتير بدهم إنه نشاط لحتى يعني يمارسوا. نور، بشان المي، يشربوا مي كتير ولا عادي؟ لأنه فترة صيام طويلة، يعني فترة الصيام خلال اليوم.
لا لازم هنن يشربوا مي بكمية تقريبا بحدود بين يعني فينا نقول 8 ل 10 كاسات، لأنه غالبا كمان يعني أكثر من الإنسان الطبيعي. الفكرة هي إنه نحن نلاحظ يعني في ترافق بينه وبين إنه وقت يصير في عندي فقدان غالبا بتصير في عندي هبوط بالضغط. فالفكرة هي يعني نحن لازم ناخد كمية منيحة، بالإضافة إنه ناكل صح وناكل منيح، ما ناكل هيك اشياء هيك عشوائيه، وما نروح نتبع مثلا هيك. انا اجى على بالي انه نحيف حالي بشهر رمضان، اجي اتبع مثلا انه نصائح هي كلها غلط، انه مثلا على الافطار اخذ فقط سلطه واقضي هيك كل الوقت، يعني هذا كثير غلط. انا اسعى حالي وانا في عندي فقر دم بيعوز الحديد، انا فيني اعمل دايت مشان تكون يعني الفكره، بس بدها تكون مناسبه للحاله تبعي. نعم صحيح، وفيهم يتابعوا يعني ما بصير نعم ما بصير انا هيك اتبع عشوائي، هي المشكله بيوقع فيها كثير اشخاص. عظيم، وفيهم يتابعوا اكيد فيديو انقاص الوزن اللي حكينا فيه نحن خلال فيديوهات ماضيه. سمعانين، المعلومات كثير مهمه لمرضى فقر الدم، يعني هذه المعلومات صحيه والله العظيم، يعني ما بعرف انا يعني هذا الشيء وين ممكن احنا نلاقيه ما بعرف، بس اكيد نور يعني كفت ووفت في هذه المعلومات اليوم، وشغلات كثير كثير مهمه عن جد. من القلب بشكرك يا نور، عن كل الاصدقاء اللي عم يسمعونا اللي معهم فقر دم او اللي احبابهم معهم فقر دم، عن جد شكرا كثير على هالمعلومات المهمه. العفو، اهلا وسهلا، وان شاء الله دائما هيك بنعطي معلومات تكون هي احلى واحسن، وان شاء الله دائما بنتطرق لكل المواضيع اللي هن بدهم اياها. من كل قلبي بشكرك نور الصبان، اختصاصية التغذية من دمشق، اهلا وسهلا فيكي. واكيد بدي اقول لكل الاصدقاء اي سؤال حابين تسالوه لنور اتركوا لنا اياه بالتعليقات تحت على هذا الفيديو، وانا بدي اشكركم كثير، والى فيديوهات قادمة، وصحة صيامك دائما في رمضان، الى اللقاء.